قال وقتل صيد البر وقتل صيد البر هنا قال قتل فالقتل خرج به ما عدا القتل كالضرب والتنفير كالضرب والتنفير لكن نقول المؤلف هنا عبر بما عبر به الشارع لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وإلا فالصيد ثلاثة أنواع سنذكرها أو أربعة نقول هنا قتل خرج به الضرب والتنفير وسيأتي بيان صيد البر خرج به صيد البحر لأن الله يقول إلى لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فهنا صيد البر خرج به صيد البحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الحل الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته فصيد البر الصيد يعني علاقة المسلم بالصيد لا تخلو إما أن يكون هو حلال الشخص حلال غير محرم الشخص حلال غير محرم وله حالان الحال الأولى أن يصيده خارج حدود الحرم وهو غير محرم فهذا لا إشكال في حله إذا كان من مأكول اللحم النوع الثاني أن يكون هو حلال غير محرم لكنه صاده إيش داخل الحرم فهذا ما حكمه لا يجوز فهو إيش من محظورات الحرم وليس محرم لأنه غير محرم فهذا محظورات الحرم النوع الثالث أو القسم الثاني أن يكون محرما وهذا له نوعان النوع الأول أن يكون محرما لكنه خارج حدود الحرم كان يكون محرم لكنه في الطائف فهذا لا يجوز أن يصيد لماذا لأنه محرم والثاني أن يكون محرما وداخل حدود الحرم فهذا أيضا لا يجوز فيلتمع في حقه أمران حرمة الحرم حرمة الإحرام هذه أوجه الصيد ثلاثة منها محرمة واحد منها مباح ولا يخرج الصيد عن هذه الأمور الأربعة مطلقا لا خامس لها هذا بالنسبة لقتل الصيد التنفير هل يدخل في هذا نقول هذا قسمان المحرم إن كان داخل الحرم فهو ممنوع من القتل ومن التنفير لأنه في الحديث جاء ولا ينفر صيدها فالمحرم يجتمع في حقه أمران إذا كان داخل الحرم لا يقتل الصيد ولا ينفر لكن إذا كان خارج الحرم فله أن ينفر الصيد وله أن يضربه لكن ليس له أن يقتل الصيد لأنه غير ممنوع من التنفير وإنما منع منه لا تقتل الصيد وأنتم حرم لاحظتم طيب إذن هذا بالنسبة للمحرم لأن المحرم يكون ينطبق اسم المحرم على نوعين على من كان محرما بالعمرة أو الحج أو من كان داخل الحرم وقتل صيد البر وصيد البر اختلفوا فيه وهو أنواع نوع بالاتفاق أنه صيد وهو مأكل اللحم ما يؤكل لحمه كالغزال والضبع نعم والنعام والأرانب وغيرها مما هو معروف أنه مباح الأكل وقسم ليس بصيد بالاتفاق كالفواسق العقرب الحداء الحية الكلب نعم هذه والغراب
هذه بالاتفاق انها ليست صيدا. وقسم مختلف فيه، هل يدخل في القتل هنا يسمى الصيد او لا يدخل، كالسباع الاسود والنمور وغيرها، والصواب انها لا تدخل وانها يجوز قتلها لانها كالكلب العقور، والعقور ليس مختصا بالكلب، فكل ما كان عقورا فانه يقتل. ويستدلون على ما جاء في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على احد ابناء ولد ابي لهب ان يسلط الله عليه كلبا عقورا، سلط عليه الاسد. فالحاصل ان الاسود والنمور وغيرها هذه ليست صيدا ولا تدخل في مسمى الصيد. بقي معنا الصائد، هذا الصيد اذا صال عليك، البعير اذا صال عليك وهجم عليك، هل يقتل او لا يقتل؟ يقتل. وهل عليك شيء؟ لا شيء عليك. فالصائل يقتل.